ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. بشرى لكل مضطهد، بشرى لكل مظلوم، لكل مقهور، لأهلنا في غزة وفي فلسطين وفي كل مكان، أن النصر قريب وأن الله سيعزكم وينصركم ضد الأعداء. كتاب الله للأرواح نور، تنال به السعادة والسرور، إلى درب الهدى والخير يهدي وللجنة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وله، ما بعد. الجزء 20 استفتح بمجموعة من الأسئلة لتلك العقول التي أبت أن توحد الله عز وجل. يعبدون اللات والعز، أو يعبدون الشمس والقمر، أو يعبدون كذا وكذا وكذا. يا جماعة الخير، ماذا صنعت لكم هذه الآلهة؟ وأنت أيها الموحد اعرف هذه الأسئلة حتى تقولها له. الله عز وجل ذكر مجموعة من الآيات ختمت كلها بكلمة أإله مع الله، أإله مع الله، أإله مع الله. وأنت قل لهم ذلك، حاوروا، ناقشوا. الله عز وجل ذكر خلق السماوات والأرض وما فيها من نبات، ثم ذكر الجبال وأنه رسى بها الأرض وثبتها، ثم ذكر إجابة المضطر حتى لو كان كافر. سبحان الله، من الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ ثم ذكر قضية الأمطار ونزول الأمطار والرزق من السماء. كل هذه الأشياء لا يملكها أحد إلا الله عز وجل، فهذه من أعظم براهين التوحيد وأدلته. فأنت أيها المؤمن قدمك راسخة، فقط أدعو إلى الله سبحانه وتعالى كل من ضل عن سبيله عز وجل. سورة القصص أنا أسميها سورة الأمل، أحب أسميها بهذا الاسم لأنها أمل لكل مظلوم، للشعوب المضطهدة. ابتدأت بذكر بني إسرائيل وكيف أن فرعون داس كرامته، والله داس كرامته. ما في أشد من أن يؤتى بولدك فيقتل أمامك، ويؤتى بزوجتك فتسحب وتستخدم كخادمة وتهان وتعذب عذاب شديد. ومع ذلك ذكر الله عز وجل أنه من على هذا الشعب. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. إذن بشرى لكل مضطهد، بشرى لكل مظلوم، لكل مقهور، لأهلنا في غزة وفي فلسطين وفي كل مكان، أن النصر قريب وأن الله سيعزكم وينصركم ويضل أعداءكم. من بدايات هذا الجزء المبارك دور المرأة بنصرة الحق. سبحان الله، ثلاث نساء في هذه السورة فيهن الدليل على أنك أيتها المرأة دورك عظيم بنصرة الحق، بنصرة الدين، فلا تتهاوني. أم موسى عليه السلام حفظت هذا الرجل، هذا الذي كان طفلا ليصبح نبيا، حمته، أرضعته، نمته، عانته على أن يبلغ رسالته. أخت موسى عليه السلام كيف كان قلبه عليه، ويتجري وراءه من حارة لحارة ومن طريق لطريق حتى استطاعت أن ترده لأمه. ثم بنت الرجل الصالح الذي يقال بأنه شعيب عليه السلام، تلك التي في قصتها أدب لنساء اليوم ولكل امرأة، فجاءته تمشي على استحياء، امرأة ذات حياء. وعجبتني كلمة لأحدهم قال: الحياء عطر المرأة المسلمة. الحياء عطرك، مش عطرك أنت مخي عطر تفتري بين المسلمين. عندما تكونين ذات حياء فهذا الذي ينشر الفضيلة بين الناس. حياء حتى في المشية، وهي تمشي مشية مستحية، تمشي في حياء، بحياء المرأة المؤمنة التي لا تريد أن تفتن الناس. واليوم بعض النساء هداهن الله تجد يعني علامات العفة قد اختفت عن لباسها، عن عباءتها، فعلا عباءة تحتاج إلى عباءة كما قال بعض الإخوة، مزخرفة، مزينة، مزركشة، معطرة. إلى أين تذهبين يا أختاه؟ إنهم رجال فيهم من العواطف والمشاعر والشهوات التي تتأجج. اتق الله في نفسك وفيهم، لا تفتني إخوانك، استري زينتك عنهم، وتذكري هذه المؤمنة تمشي على استحياء. أيضا من هدايات هذا الجزء المبارك: إنك لا تهدي من أحباب ولكن الله يهدي من يشاء، إن عليك إلا البلاغ. أيها الأب، أيتها الأم، اطمئنوا. أنا أدري أنكم تتعبون، والله تتعبون مع أولادكم في صلاة الفجر، صح؟ قولوا صح، والله نتعب. تتعبون معهم في الحيلولة بينهم وبين رفقاء السوء، استمروا، لكن لتكونوا على يقين بأن الهداية بيد الله عز وجل. لست مطالبا أن تخلق الهداية في قلب ولدك أو في قلب ابنتك، تتعب معها في حجابها، يا ابنيتي افعلي كذا، البسي كذا، أنا أعرف، لكن اصبر وواصل ولا تيأس ولا تمل، فإن الشيطان وأعوانه لا يملون، فلا تمل لو أنت على الحق. من هداية هذا الجزء وصايا قوم قارون لقارون، وقد كثر ماله وكثرت خزائنه، استبعد لهذه الوصايا. اولا لا تفرح فرح الفطر الكبر، ان الله لا يحب الفرحين، وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخره، وان تنفق الريال احتسب عند الله عز وجل، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، اظهر النعمه بقدر بلا سرف ولا مخيل، واحسن كما احسن الله عليك، احسن للمسكين والفقير، ولا تبغي الفساد في الارض، لا تعين المفسدين على فساده. هذه وصايا لكل من رزقه الله. سوره العنكبوت فيها من البلاء الذي ذكر الله بانه لا بد ان يبتلى الناس. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون؟ ستبتلى وتختبر حتى يرى صدقك وأمانتك، فاثبت على الحق حتى تلقى الله. أسأل الله يثبتنا وإياكم على دينه حتى نلقاه. السلام عليكم ورحمة الله. كتاب الله للأرواح نور.
والسرور إلى درب الهدى والخير يهدي وللجنات يوصل من يسير.